Hello, my students, and welcome to new lecture of geographical texts in English. أهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات نصوص جغرافية بلغة إنجليزية. معاكم دكتورة أسماء القرش. هنبدأ النهاردة موضوع جديد عن الـ Coastal Environment Terms، مصطلحات البيئة الساحلية. هنتعرف فيها عن مفهوم الساحل The coast، وهنشرح فيها العوامل اللي بتأثر في البيئة الساحلية عشان تشكل عندي مجموعة من الظاهرات الساحلية الـ coastal landforms. هنبدأ كده مع بعض. قبل ما أبدأ أي حاجة لازم أعرف ما هو المقصود بالساحل. The coast is the transition zone، هو نطاق انتقالي between the land and the sea. الساحل the coast is the transition zone between the land and the sea. الصورة اللي قدامكم دي بتبين نطاق الساحل أو coastal zone. نطاق الساحل هو نطاق انتقالي زي ما احنا شايفين كده هنا ما بين الأرض اللي هو الجزء اليابس والماء اللي هو سواء كان بحر أو محيط. أوكي، يبقى الساحل هو نطاق انتقالي. كونه نطاق انتقالي معنى كده ان نطاق الساحل ده كله هيتأثر بالعمليات اللي جايه من اليابس اللي احنا بنسميها العمليات القاريه، اوكي، وهيتأثر بالعمليات الخاصه بالمياه الموجوده في البيئه الساحليه اللي هي المارين بروسيس او الكوستال بروسيس. يبقى نطاق الساحل كونه انتقالي او نطاق انتقال ما بين اليابس والماء، فهو هيتأثر بالعوامل القاريه اللي جايه من اليابس سواء كانت الرياح او عمليات التجويه الويزرنج، سواء كانت فيزيكال ويزرنج او كيميكال ويزرنج، عمليات التجويه الكيميائيه والفيزيائيه، تفتت الصخور وتحلله الموجود بالقرب من الساحل، بالاضافه الى ان هو كمان هيتاثر بعوامل التعريه او العوامل البحريه المقصود بيها الويفز اللي هي الامواج والتايدز، المد والجزر، بالاضافه الى المارين كارنتس او التيارات البحريه. طيب دي اول حاجه في الموضوع بتاعنا. بنقول كمان ان الكوست افكتنج ويز بيتاثر بالويزرنج والاروجن. الويزرنج هي التجويه، احنا قلنا ويزر يعني جو، ويزرنج التجويه. عمليه التجويه احنا قلنا ان التجويه ليها ثلاث انواع، فيزيكال اللي هي بريك داون اوف روكس، تحطم الصخور، يبقى دي تجويه طبيعيه او فيزيائيه. اوكي، لو اتكلمت على السالت والكريستلز والاسيد رين والامطار الحمضيه وتفاعلها مع الصخور، فانا بتكلم على الكيميكال ويزرنج، التجويه الكيميائيه وكيف تؤثر في الصخور. لو اتكلمت على الفيجيتيشن روتس او جذور النبات وازاي هي بتاثر في تفتيت الصخور من خلال ان هي بتضرب جذورها، فانا بتكلم على التجويه الحيويه او البيولوجيكال ويزرنج. اوكي، يبقى الويزرنج كمان بتاثر في نطاق الساحل. زي ما احنا شايفين المنحدر ده او المنطقه الجبليه المشرفه على الساحل دي برضو هتتاثر بعوامل التعريه القاريه، وهتتاثر كمان بعوامل التعريه البحريه. طيب لو اتكلمنا على التعريه، الروجن، الروجن يعني ازاله الغطاء او ازاله الغطاء الصخري. الروجن التعريه، ما تلخبطوش ما بين الويزرنج والاروجن. الويزرنج هي فعل الجو، هي الويزر يعني جو، ويزرنج تجوية، الروجن التعرية. The weathering away of rocks هو إزالة الغطاء الصخري by wind and rain and waves and other natural forces، وأنا كاتبة لكم هنا بالأحمر marine process. يبقى عمليات التعرية هي إزالة الغطاء الصخري حسب العامل المتسبب في ذلك. كل بيئة لها عوامل تعرية نشطة فيها. هنا عندي الويند، وهنا عندي الرين الأمطار، وعندي الويفز الأمواج، والويفز دي واحدة من عوامل التعرية البحرية لأن معها التايدز ومعها المارين كارنتس، التيارات البحرية، لكن الويفز هي أقواهم تأثيرا من حيث النحت والإرساب وتشكيل ظاهرات جيومورفولوجية ساحلية coastal landform. أوكي، هنا عندنا صور أهي بتبين دي منطقة جزيرة ميامي، ميامي آيلاند.
فيها هنا تأثير التجوية. أنا بوريك، بص شوف التجوية الوذرينج بتعمل إيه، سواء كان الكيميكال عاملة فجوات أهي ونحت وعاملة فجوات وفتحات في الصخور، أو كانت فيزيكال فأنا عندي تحطيم للصخور في صخور الحجر الجيري اللي بتشكل منها هذه الجزيرة. هنا كمان السالت، إحنا اتكلمنا على السالت كريستالز والبلورات الملحية وتأثيرها وتفاعلها الكيميائي مع الصخور، ووجود فجوات أو نوتشز موجودة فين في الصخور. فهنا الصور دي بتبين لك تأثير الوزرينج في الصخور المشرفة أو المطلة على الساحل، سواء كانت في جزر أو مشرفة على الساحل مباشرة. أوكي، لما نتكلم على عوامل التعرية البحرية فإحنا هنتكلم على أبرز عامل وأهم عامل، وهي الويفز، الأمواج. وهنبدأ بتعريفها. أقصد إيه بالويفز؟ waves a ridge of water formed by the circular movement of water near the surface of the sea. واحدة واحدة كده، تعريف الأمواج. الأمواج ridge of water، يعني ridge of water احنا اتكلمنا في المحاضرة اللايف المباشرة وقلنا ان ridge تعريفها تل أو جبل صغير من المياه أو حزمة من المياه، خلاص، اللي هي بتتكون وبتتحرك في شكل سيركيولر دائري، وانا هوريكم دلوقتي شويه على الجيفي شكل السيركيولر موفمنت، شكل الحركه الدائريه للويفز. اوكي، يبقى هي عشان الناس اللي بتحب تكتب معايا، الامواج هي حزمه من المياه او تل من المياه بيتحرك في شكل دائري، جزيئات المياه بتتحرك بشكل دائري بالقرب من سطح البحر. طيب لو اتكلمنا على اسبابها، فاحنا اتكلمنا على اسبابها وقلنا احنا الويند ويف هي اشهر انواع الامواج، اللي هي الامواج الناشئه عن فعل الرياح، بتاخد نفس خصائصها سواء اتجاهها وقوتها، بتاخد نفس خصائص الرياح المتسببه في ضغط الضغط على سطح البحر، بتؤدي الى تموجه تخليه ويفي، بياخد نفس الخصائص بتاعه هذه الرياح، يبقى دي بنسميها الويند ويف. عندنا ستورم سيرج امواج العواصف، وعندنا تسونامي ويفز، ودي مرتبطه بحدوث ايرثكويكس او زلازل في قاع البحر او المحيط. اوكي، طيب الويفز از ا فاكتور بقى، الويف كعامل من عوامل التعريه، فاكتور اور ايجنت، عامل do much of the work، هي بتعمل يعني هي المسؤوله عن او اقوى عامل من عوامل المارين بروسيس التعريه البحريه. ليه؟ because they الرودد يعني الرود يعني تنحت، ترانسبورت تنقل، اند ديبوزيت ترسب ماتيريالز الرواسب او المواد او المفتتات. انا كاتبه لكم هنا بين قوسين تايدز اند مارين كارنتس، دي برضو بقيه العوامل البحريه، لكن الامواج هي الاكثر تاثيرا لانها تقوم بعمليات الرود النحت والترانسبورت والنقل والارسال. وكل حاجه يعني الرود او النحت في الامواج هيديني ظاهرات، هيديني لاند فورمز، والديبوزيت او الارساب هيديني برضو لاند فورم، وهنتكلم عليهم وهنعمل لهم سورتنج وتصنيف دلوقتي بعد شويه. خلاص، انا بذكركم هنا باسباب نشاه الامواج او هاو ويفز وور جنريتد او كيف تكونت الامواج. احنا قلنا الويند ويف اللي هي مرتبطه بالرياح، والستورم سيرج مرتبطه بالعواصف والمنخفضات الجويه، والتسونامي جنريتد باي ايرث كويكس كان اولسو ليد تو وايد سبريد كوستال فلودنج. ان التسونامي دي بتنشا اساسا عن وجود زلزال في قاع المحيط وبينتج عنه فيضان بحري او طغيان بحري للمياه في اتجاه ايه؟ اليابس المقابل، بتكون طبعا مدمره جدا. طيب ادي الشكل اهو، السيركيولر موفمنت اوف ويفز، ادي شكل الحركه الدائريه لجزيئات المياه داخل الامواج، يبقى ده شكل اهو، كمان هنا اهو باين جدا 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 اهو، شايفين الحركه الدائريه للامواج؟ ادي الطريقه اللي بتتحرك بها المياه في الامواج، وهي شكل الريدج او التل او الجبل من المياه اللي بيتحرك في حركه دائريه. هنا برضو خد بالكم من الصوره دي، انا هنا بتكلم على قوه ارتطام الامواج بالصخور، سواء كانت قوه اندفاع المياه وقوه النحت اللي بتكون بيها الامواج في نحت الصخور دي، وهتبدا تشكلي بقى الظاهرات اللي هي الكيفز الكهوف و الستاكس المسلات ومجموعه الظاهرات الخاصه بالنحت اللي احنا هنتكلم عنها بعد شويه. طيب
هنا برضو بفكركم ان الكوست ده نطاق بيتأثر بمجموعة من العوامل، سواء كانت السي زي ما احنا قلنا لانه ترانزيشن زون، فهيتأثر بالسي والفيزيكال بروسس بتاعته اللي هي الويفز والمارين كارنتس والتايدز، وهيتأثر كمان لو حصل اي عندي تشينج ان سي ليفل، تغير في مستوى سطح البحر او تغير في العمق في الووتر ديبس او في الايكو سيستم الخاص بيه بالبحر بالمياه. وكمان بيتأثر باللاند لان احنا قلنا هو نطاق انتقالي بين البحر و الارض او اليابس، هيتاثر بالفيزيكال بروسيس العوامل الطبيعيه الموجوده على الارض خلاص، وهيتاثر كمان بالجيولوجي اند ريليف، الجيولوجي اللي هي خصائص الطبقات الصخريه الموجوده والريليف اللي هي نقصد بيها التضاريس والريفر سيديمنتس الرواسب اللي جايه من الانهار اللي هي بتمثل اكبر مصدر تغذيه للبيتشز او للشواطئ، بالاضافه كمان للايكو سيستم البري او القاري. كمان عندنا هنا الويزر اند كلايمت، الجو والمناخ او الطقس والمناخ بيأثر طبعا جدا على النطاق الساحلي، خاصة الرياح وقوتها، واحنا قلنا ليه ان هي مسببة اساسا للامواج، وبتأثر كمان بالرينفول تساقط ودرجة الحرارة temperature storm and surge العواصف والضغط الجوي واضطرابات المياه والكلايمت تشينج تغير المناخي. المنطقه الساحليه او الكوستال اريا او الكوستال زون بيتاثر جدا بالهيومن اكتيفيتيز لانه نطاق جذب اقتصادي، فبيكون عندي فيه هيومن اكتيفيتيز، بيكون عندي سيتلمنت، بيكون عندي منشات محلات مباني اوكي، وعندي لازم بيكون فيه بالنسبه للانسان بيعمل ديفلوبمنت تطوير، بيعمل كوستال مانجمنت اداره للمنشآت وللموارد الطبيعية الموجودة في الكوستال انفايرمنت. يبقى factors affecting the coast، العوامل المؤثرة في الساحل. طيب لو اتكلمنا على الكوستال لاند فورم، الظاهرات الجيومورفولوجية الموجودة في البيئة الساحلية، فاحنا هنصنفها إلى نوعين. أول حاجة الريجنال لاند فورمز، ظاهرات النحت، وهنمشي فيهم واحدة واحدة. أول حاجة كليفز، المنحدرات البحرية وهناخد تعريفها، كيفز الكهوف، بعدين أركس الأقواس، ستاكس المسلات، باي الخلجان، وهيدلاند الرؤوس الأرضية. باي هو خليج واحد، أوكي، بايز خلجان، هيدلاند أو هيدلاندز الرؤوس الأرضية. بعدين ظاهرات الإرساب، ديبوزيشنال لاند فورمز، ديبوزيشنال لاند فورمز، ظاهرات الارساب، بيتشز طبعا اشهر ظاهرات ارساب في البيئه الساحليه هي البيتشز الشواطئ، بعدين عندي السبايتس الالسنه، وبار الحواجز، والتمبولوس. التمبولوس ده مصطلح مش اجنبي، ده مصطلح ايطالي، وهنعرف ايه هو التمبولو وشكله ايه، وهنشوف كل حاجه بالتفصيل. اوكي نبدا كده. لو اتكلمنا على اشكال النحت البحري او الريجنال لاند فورمز، فاحنا بنتكلم على عوامل ناتجه عن النحت بفعل الامواج، بفعل الويفز، واحنا اتكلمنا على الامواج وشفنا ازاي بتاثر في نحت الصخور المشرفه على او المطله على البحر. انا بتكلم على الكليف او المنحدر او الجرف البحري، فهو ده الاساس اللي هيتكون عندي فيه كل الظاهرات اللي جايه، سواء كانت كيفز او اركس او ستاكس، كل الظاهرات دي هتتكون في الكليف او المنحدر او الجرف البحري. تعريفه ستيب روك سلوب، هو صخر شديد الانحدار يوجوالي فيسنج ذا سي. تعريفه بسيط جدا، سطر يعني مفيش اسهل من كده. هو صخر شديد الانحدار بيشرف مباشره على البحر، خلاص يبقى يوجوالي فيسنج ذا سي، بيشرف مباشره على البحر. لو اتكلمنا على الكيف اللي هو الكهف، a hollow cut by the sea into the base of cliff، اهو حتى بيقول لك اهو ان هو عباره عن حفره او فجوه تكونت في حضيض base of the cliff، اما نترجمها بقى جيومورفولوجيا حضيض المنحدر، يعني اسفل المنحدر الكليف او اسفل الجرف البحري. ليه اسفل الجرف البحري؟ لان المنطقه السفلى دي هي الاكثر عرضه لارتطام الامواج واصطدام الامواج بيها. اوكي طيب الكهف بتاعنا لو تكون في خلفه او في الوجه الاخر ليه كهف اخر، فهيديني حاجه اسمها الارك او القوس، القوس البحري. A coastal feature هو ظاهره ساحليه formed by the meeting التقاء of two caves، التقاء كهفين معا، cut into either side of a headland. هيدلاند يعني رأس أرضية، يعني لو أنا عندي رأس أرضية أو جرف بحري وحصل عندي التقاء كهفين
خلاص بقوا في ظهر بعض كده، اتفتحوا مع بعض، فهيدوني حاجة اسمها الارك او القوس البحري. طيب المسلة كمان هتنتج من تكون الارك، يبقى احنا ماشيين بالتسلسل ده ونذاكر بنفس التسلسل، لان هم كلهم بيتكونوا في الكليف في الجرف، وبعدين يتكون الكيف، والكيف مع استمرار عملية النحت والتعرية يتحول لارك، والارك عندما ينهار سقفه هيبقى مسلة او ستيك. ستيك المسلة اديتشيت كولم، هو عمود منفصل اوف روك located just offshore، بتوجد في نطاق الأمامي للشاطئ، and usually caused by the collapse of an arc. وهي غالبا بتتشكل نتيجة لانهيار انهيار سقف القوس البحري. خلاص طيب، لو اتكلمنا على البي والهيدلاند الخلجان والرؤوس الأرضية، الاتنين مرتبطين ببعض، وانا هشرحهم مع بعض على الشكل التوضيحي الخاص بيهم. والخليج A wide coastal inlet that is open to the sea، هو عبارة عن يعني قوس مفتوح مطل على البحر. أما الهيدلاند الرأس الأرضية، طبعا من اسمها أرضية يعني توغل اليابس في اتجاه البحر، an area of land jutting out into the sea، هي جزء من الأرض متوغل في اليابس. هنا هنا بقى بصوا ركزوا معايا، هنا الكيفز اهي، ده طبعا ده كده صخور اهي، جرف بحري بيشرف مباشرة على المياه، وطبعا الامواج بتشتغل على المناطق السفلية زي ما احنا قلنا، لانها الاكثر عرضة، اللي هي بتطولها اكتر وعمالة تصطدم بيها بقوة دفع هيدروليكي وكل قوة دفع ميكانيكي، فبتصطدم بأسافل او حديد الكيفز، وبالتالي بتشكل لي الكهوف، والكهف ده بيبدأ بنقطة صغيرة جدا، بتبدأ الأمواج تعمق 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 لحد ما يتوغل وتكون لي الكيفز. يبقى الصورة دي هنا بتوضح عندي، شايفين توغل المياه والأمواج، أو ممكن الكيفز ده يبقى أرك لو في الناحية التانية دي في قوس يتفتح عليه ويبقى بالشكل ده، يبقى ارك، يبقى قوس. اوكي، هنا قوس بحري اهو، وهنا الصوره دي بتبين لنا بيفور اند افتر. بيفور يعني هو ارك لسه خلاص اهو والجوانب بتاعته موجوده، وافتر اما السقف ده انهار وبقت بس الستيك او المسله. خلاص يبقى ده التطور بتاع الكيفز، ثم ارك، ثم ستيكس، يعني كهف ثم قوس ثم مسله. اوكي طيب، هنا برضو ده شكل توضيحي بيبين لي هيدلاند يعني رأس أرضية، وادي شكل الأرك اهو زي ما انتم شايفين، هو قوس مفتوح من اتجاهين او التقاء كهفين على رأس أرضية بيديني الأرك، وده الكيف اهو، ده الكهف، ودي الستيك المسلة، وده ستامبل هو زي طابع او مسلة صغيرة بعد تأثرها بالنحت. طيب الرؤوس الأرضية والخلجان هيدلاندز اند بيز، احنا قلنا مرتبطين ببعض، الرأس الأرضية مبدئيا هي الأكثر صلابة، اوكي، بينما الخليج هو منطقة الأمواج نحتتها فبقى شكلها بالشكل ده، ده الخليج ودي الرأس الأرضية، واحنا عندنا في اسكندرية زي ما قلت خليج أبو قير، عندنا خليج ستانلي، عندنا مجموعة من الخلجان، دايما الخليج بيبقى محصور بين رأسين أرضيتين، وفي النص هي المنطقة دي اللي بتنحتها الأمواج وبتديني الخليج. أما الرأس الأرضية فهي رأس متوغلة في البحر، إنها أكثر صلابة واستطاعت إن هي تستحمل أو تقاوم هجوم الأمواج عليها، فبرزت كرأس إيه؟ كرأس كده، وده بيبقى ما بين رأسين يتكون الخليج أو باي. تمام، لو اتكلمنا بقى على الديبوزيشن الارساب، طب ايه هو الارساب او ظاهرات الارساب؟ قبل ما نتكلم على ديبوزيشنال لاند فورمز ظاهره الارساب، هنتكلم على تعريف الديبوزيشن، الارساب ذات نفسه هو ذا دروبينج اوف ماتيريال ذات ويفز كارد، هو ارساب المفتتات اللي الرياح اللي الامواج عفوا جلبتها او اتت بها. طيب عشان يتكون عندي الارساب هيديني مجموعه من الظاهرات، أول ظاهرة بيتشز الشاطئ، أو بيتش الشاطئ، بيتشز الشواطئ. خدوا بالكم بقى من التعريف، an accumulation of coastal sediments، accumulation يعني تراكم، coastal sediment الرواسب البحرية. خلاص، يبقى أبسط تعريف للشاطئ اللي هو an accumulation of coastal sediment، هو تراكم الرمال اللي هي إيه، تراكم الرواسب الساحلية، يبقى ده تعريف الشاطئ. طيب لو اتكلمنا على البار الحواجز الساحلية، أريدج، خدوا بالكم أريدج احنا لسه متكلمين على كلمة ريدج دي، وقلنا إن هي عبارة عن تل، like accumulation of coastal sediment، هو برضو
كل الإرساب هو عبارة عن تراكم رملي، تراكم للرواسب أو تراكم للرمال، لكن أشكاله مختلفة، وهنشوف الشكل ده عامل إزاي. يعني دي الريدج ده بيبقى ريدج، بيبقى في شكل سلسلة أو بيمتد امتداد كده في شكل طولي، خلاص. عمودي مثلا على الساحل أو موازي ليه، هنشوف شكله عامل إزاي. وبيتكون في مناطق اللي بيميزه عن ده، عشان يقول لي انا اتلخبطت ما بين البيتش وما بين البار. لا، البار بيتكون في مناطق اللو تايد او المد المنخفض. لو اتكلمنا عن السبايت، الالسنه material deposited by sea that grows across a bay or estuary. يبقى هنا الالسنه اللي بيميزها ان هي برضو عباره عن تراكم للرواسب التي نمت مرتبطه بوجود خليج او مصب، خلاص. طيب التومبولوز ار سبايتس، التومبولوز هي سبايت برضه، هو لسان، لكن الفرق بين التومبول والسبايت ان التومبول بيكون مرتبط بوجود جزيره. تعالوا نشوف كده. تومبولوز ار سبايتس ذات هاف كونتينيود تو جروز سي وورد، اللي هي بتنمو باتجاه البحر، زي ريتشارد اند جوين ان ايلاند، اللي هي بترتبط بوجود جزيره، بتعمل ممر كده بتربط ما بين الجزيره وما بين الشط بوجود ممر رملي بنسميه التومبولو. طيب الساندي ديونز، هنا بتكلم على الكوستال ساندي ديونز، ودي اخر ظاهره في ظواهر الارساب، خلاص، بالنسبه للكوستال انفايرمنت. الساندي ديونز برضو ار ديبوزيشنال لاند فورمز، هي ظاهره ارساب، خلاص، ان كوستال اريا، في البيئه الايه او في المناطق الايه الساحليه. بس بيقول لك however their formation is only indirectly related to coastal process، هو تكوينها مش بيرتبط بشكل مباشر قوي بعمليات البيئة البحرية، لكن هي بتتشكل بفعل وجود الرياح، لأن أساسا المتسبب في نشأة أو العامل المسؤول عن الكثبان الرملية وتكوينها هي الرياح، لكن بتستفيد من وجود الرمال، أهو الرمال الموجودة في الشواطئ. beaches are the sources of sand، هنا بالنسبة للرياح بتيجي كده تلاقي مصدر كبير من الرواسب الموجودة في الشواطئ، فبتبدأ تاخدها وتعمل منها الساند ديونز. بس خلي بالكو coastal sand dunes، الكثبان الرملية الساحلية، تمييزا ليها عن الكثبان الرملية العادية الموجودة في البيئات الصحراوية. ده نموذج للشواطئ اهو، الشواطئ عندنا في اسكندرية، اوكي، موجود عندنا شاطئ ابو تلات، ده شاطئ رملي متسع رماله بيضاء وناصعة، لكنه طبعا غير صالح خالص للاستحمام او السباحه فيه، طبعا عارفين ليه، لانه منطقه مفتوحه وعميقه ممنوع تماما الاستحمام فيه. وعندنا شواطئ رمليه ضيقه في سيدي بشر بتاخد اللون الاصفر، وعندنا برضو شواطئ هنا في المنظره، وعندنا شواطئ السلام بالعجمي. يعني اسكندريه طبعا ليها شواطئ جميله ومتنوعه وذات خصائص طبيعيه مميزه. لو اتكلمنا على الشواطئ برضو بذكر التدخل البشري او الهيومن اكتيفيتيز، فمش كل الشواطئ الموجوده في اسكندريه طبيعيه، احنا عندنا كمان ارتفيشال بيتشز، شواطئ اصطناعيه. زي ايه؟ اللي عايز يعرف، هنا في اسكندريه عندنا طبعا شاطئ فندق الفور سيزون، عندنا شواطئ الموجوده في منطقه نادي المعلمين ومنطقه ستانلي ورشدي، كل الشواطئ دي شواطئ اصطناعيه بيتم انشائها بفعل الانسان، يعني بيردم منطقه بالرمال عشان خاطر يعمل هنا ارتفيشال بيتش، عشان يعمل شاطئ صناعي. طبعا ده جليم، وده الجروين بتاع جليم باي، وهنا في شاطئ برضو صناعي، تمام. لو اتكلمنا بقى على ظاهرات الارساب، بصوا دي كده الكوستال ديونز، الكثبان الرمليه الساحليه، زي ما قلت الرمال بتبقى موجوده في الشاطئ، بتيجي الرياح وبتنقلها وبترسبها على شكل كوستال ساندي ديونز او على شكل كثبان رمليه ساحليه. يبقى العمليات البحريه مش هي المسؤوله عن تكوين الكثبان الرمليه، لكن العمليات البحريه مسؤوله عن تكوين الكيفز والكليفز واشكال النحت كلها، العمليات البحريه هي المسؤوله عنها، لكن هنا ده مسؤول عنده الويند، لكن بتاخد الرواسب الموجوده في الشاطئ وترسبها على شكل كثبان رمليه. هنا الانسله الرمليه او السبايتس زي ما احنا شايفين شكلها اهو، بيبقى ليها شكل معين، بتبقى على شكل لسان رملي، هي برضو تراكم من المفتتات، تراكم من الرواسب، سواء كانت الرواسب دي رمال او بقايا اصداف شيلز او بقايا نباتيه،
خلاص يعني مش بس رملة، يعني أي حاجة رواسب خاصة بالبيئة البحرية. ده بقى التومبولو. التومبولو ده مصطلح إيطالي، وهو بيرتبط بوجود لسان رملي بيمتد في اتجاه البحر حتى يتصل بجزيرة، وبيبقى طبعا نطاق للجذب السياحي بشكل كبير جدا. أنت بيبقى عندك ممشى أو ممر رملي بتقدر تمشي عليه لحد ما توصل إلى إيه؟ الجزيرة اللي هي في اتجاه إيه؟ البحر. هناخد كده بسرعة example كده على شكل الأسئلة. Choose the correct answer. Is a ridge like accumulation of coastal sediments exposed at low tide؟ أهو دي ظاهرة من ظاهرات الإرساب، اللي هي بتبقى في شكل تل رملي من التراكم من الرواسب المتراكمة، وبتتشكل في مناطق اللو تايد أو المد المنخفض. هتراجع بقى المحاضرة وتشوف الإجابة الصحيحة إيه. إحنا كده خلصنا، وأشوفكم إن شاء الله على خير. Have a nice day and see you soon. Goodbye.